سد سكولت 1892، مسدس أمريكي صنع بين عامي 1892 و1908، الوزن 940 جرام، طول 29 سنتيمتر، العيار 9 ملمتر، السرعة الابتدائية للمقذوف 230 متر في الثانية، عدد الطلقات 6. مسدس شون بيرجر لاومن، مسدس نمساوي مجري صنع عام 1891، وهو أول مسدس نصف أوتوماتيكي، صنع منه 35 نسخة وعرض على الجيش عام 1896، لكن الجيش رفض المشروع فلم يتم إنتاجه. عيار المسدس 7.8 ملم، عدد الطلقات 5. رشاش سلفاتور دروموس، رشاش نمساوي مجري صنع بين عامي 1893 و1918، وزن 20 كيلوغرام، العيار 8 ملم، معدل إطلاق النار من 180 إلى 250 طلقة بالدقيقة، عدد الطلقات من 20 إلى 30 طلقة. مسدس بورشاردت، مسدس ألماني صنع بين عامي 1893 و1902، صنع منه 3100 مسدس، الوزن 1.16 كيلوغرام، الطول 36 سنتيمتر، العيار 7.65 ملمتر، عدد الطلقات 8. بندقية وينشستر 1894، بندقية صيد أمريكية تصنع منذ عام 1894، صنع منها أكثر من 7.5 مليون بندقية، الوزن 3 كيلوغرام، الطول 96 سنتيمتر، العيار من 7 إلى 11.6 ملمتر، السرعة الابتدائية للمقذوف 759 متر في الثانية، عدد الطلقات من 7 إلى 9. مسدس شتايرمان ليشر، مسدس نمساوي مجري صنع عام 1894، صنع منه 200 قطعة، العيار 6.5 ملمتر و 7.6 ملمتر، السرعة الابتدائية للمقذوف 326 متر بالثانية، عدد الطلقات 5. بندقية لي إنفيلد، بندقية بريطانية تصنع منذ عام 1895، صنع منها أكثر من 17 مليون بندقية، الوزن من 3.96 إلى 4.19 كيلوغرام، الطول من 100 إلى 126 سنتيمتر، العيار 7.7 ملمتر، معدل إطلاق النار من 20 إلى 30 طلقة بالدقيقة، السرعة الابتدائية للمقذوف 744 متر بالثانية، المدى المؤثر 503 متر، المدى الأقصى 2743 متر، عدد الطلقات 10. مسدس ماوزر سي 96، مسدس ألماني صنع بين عامي 1896 و1937، صنع منه 1,100,000 نسخة، الوزن 1.13 كيلوغرام، الطول من 27 إلى 31 سنتيمتر، العيار 7.63 إلى 9 ملمتر، معدل إطلاق النار بالنسخة الأوتوماتيكية من 900 إلى 1000 طلقة بالدقيقة، السرعة الابتدائية للمقذوف 425 متر بالثانية، لطلقات عيار 7.63 ملمتر، و350 متر بالثانية لطلقات 9 ملمتر، المدى المؤثر من 150 إلى 200 متر، عدد الطلقات مخزن يحتوي 10 أو 20 أو 40 طلقة. بندقية وينشستر 1897، بندقية رش أمريكية صنعت بين عامي 1897 و1957، صنع منها أكثر من مليون بندقية، الوزن 3.6 كيلوغرام، طول 100 سنتيمتر، تستوعب طلقات رش من عيار 12 و16، المدى المؤثر 20 متر، عدد الطلقات 5. مسدس راست وجيسر، مسدس دوار صناعة النمسا والمجر بين عامي 1898 و1919، صنع منه حوالي 200 ألف نسخة، الوزن 900 جرام، الطول 22.3 سنتيمتر، العيار 8 ملمتر، السرعة الابتدائية للمقذوف 240 متر بالثانية، عدد الطلقات 8. مسدس شواز لوزا، مسدس ألماني نصف أوتوماتيكي صنع بين عامي 1898 و1905، صنع منه 1000 مسدس، الوزن 785 جرام، الطول 27 سنتيمتر، العيار 7.63 و7.65 ملمتر، السرعة الابتدائية للمقذوف 390 إلى 441 متر بالثانية، المدى المؤثر 100 متر، المدى الأقصى 600 متر، عدد الطلقات 6 أو 8.
الطراز العاشر من مسدس سميث ويسون، مسدس أمريكي يصنع منذ عام 1899، صنع منه حوالي 6 مليون نسخة، الوزن 907 جرام، يطلق طلقات عيار 9.1 ملم و 9.2 ملم، السرعة الابتدائية للمقذوف 300 متر بالثانية، عدد الطلقات 6.